هي الليلة الكبرى لمريدي الطريقة القادرية البوتشيشية، مسك ختام شهر، قوام تلاوة للقرآن الكريم وأذكار، وتقرب إلى الله عز وجل. ليلة مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. بعد أسبوع حافل بالأنشطة الاجتماعية والعلمية، ليلة مباركة ربانية تقيمها الطريقة القادرية البوتشيشية احتفاء بالشمائل المحمدية وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هاته الأخلاق التي يجب تفعيلها كسلوك في حياتنا اليومية. بحضور شيخ الطريقة عشرات الآلاف من المريدين من مختلف جهات المملكة، وضيوف ينتمون لدول إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا، جمع بينهم حب محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة رددت فيها الأذكار وأنشدت المقاطع المدائحية، وتجدد خلالها العهد مرة أخرى مع الأخلاق المحمدية. إحساسي بروحانية شديدة هذه الليلة والليلة أمس أيضا، حينما بدأ الاحتفال بالشباب الطريقة والأناشيد الدينية المديح في النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بالنسبة لي أول مرة أرى هذا الاحتفال الذي يعد من القمم بالنسبة للاحتفالات الإسلامية في مجال الصوفية. كلنا سرور وكلنا ابتهاج وكلنا تعرض لنفحات المحمدية في هذه الليلة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفخ فينا هذه الروح المحمدية الكبيرة العظيمة. ختام جمع مبارك عنوانه الانتساب الحق للرسول، قولا وفعلا وحالا وسلوكا، رفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سليل الدوحة النبوية الشريفة. القفطان المغربي